السلام عليكم شباب، معكم دستنجر او الجدي. في هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن قائمة افضل العاب في 2016 اتوقع راح تنزل بالنسبة لي. طبعا هذه القائمة انا لي لوحدي شخصيا، انا حس هذه الالعاب اللي راح تنزل بتكون شيء جبار وشيء يستحق التجربة في 2016، فخليني اعطيكم هذه القائمة. بس قبل لا ابتدي فيها راح استثني شيء واحد، لعبتين مهم موجودتين في هذه القائمة، ديستني 2 وكول اوف ديوتي. الكل يدري والاغلب اللي يتابعني في القناة يدري ان كول اوف ديوتي وديستني اكثر لعبتين العبهم اقضي وقتي فيهم، فهذه ما راح احطهم في القائمة لان ما في اي معلومات عنهم حاليا، فانتوا خلوا في بالكم ديستني وكول اوف ديوتي رقم 1 و2. فنبتدي معكم في القائمة ونشوف ونقولكم بسم الله. اول لعبة راح يكون معنا في هذه القائمة راح نبتدي بلعبة انشارتد 4. طبعا انشارتد انا من عشاق سلسلة انشارتد، لعبت الجزء الاول والثاني والثالث وهذا الرابع راح ينزل، واحس ان الرابع راح يكون شيء جبار. طبعا شفت حقه اكثر من جيم بلاي، شفت ناس تكلمت عنه في اي 3، احس شيء من جد خرافي. هذا اللعبة اتوقع راح اغطيها عندي في القناة وراح اسوي لها سلسلة تختيم زي ما سويت The Last of Us، كانت واحدة من انجح السلسلات عندي في القناة، فاتوقع هذه واحدة راح اتابعها، فيعني راح اسوي لها تختيم كامل وان شاء الله تعجبكم اذا نزلت. فنستنى اللعبة تنزل وان شاء الله راح اشتريها من البداية واختمها كامل عندي في القناة. واللعبة الثانية راح تكون معانا لعبة Dying Light Expansion اسمها The Following، شيء جبار. شفت الفيديو حقه كامل، شفت جيم بلاي حقه، الصراحة هذا الاكسبانشن جاي جديد. اذا ما لعبت لعبة داينج لايت في 2015 انصحك تاخذها انت واخوياك وتلعبون مع بعض، تقدر تختم القصة مع بعض، وشي جبار من جد، شي خرافي. يعني الجرافيك فيه شي ممتاز، اسلوب اللعب حسس الاخطاء الموجودة في السنة الاولى، واتوقع انه راح ترجع بقوة. هذه اللعبة من افضل العاب الزومبي اللي لعبتها حاليا في حياتي كلها، يعني بعد كول اوف ديوتي هذه رقم 2 اتوقع، ما شفت شيء بعدها، بس من جد شيء جبار. انصحكم اذا شباب ما لعبتونها السنه الاولى تلعبونها. طبعا انا ما اسوي لهم دعايه واعلان، بس انا اقول لكم انه شيء حلو، انت هذه يعني زي ما اقول اكسبيرينس راح تفوتك، فانصحك تلعبها اذا ما لعبته. وهذا اكسبانشن راح العبه اتوقع في اللايف ستيم، بس ما ادري اذا كنت بسوي عنه فيديوهات كثيره، يمكن 1 2 كذا على السريع راح نشوف. ف ذا فولوينج داينج لايت راح تكون موجودة عندي إن شاء الله في 2016. واللعبة الثالثة راح تكون معنا في هذه القائمة لعبة The Witcher 3. طبعا لعبت أنا Wild Hunt وحاليا جالس ألعب الدي إل سي الأول للعبة، فهذا راح يكون الدي إل سي الثاني اسمه Blood and Wine. الصراحة متحمس بشكل كبير، ما عندنا معلومات كثيرة عن هذه اللعبة، بس اللي نعرفه أن بعض الصور راح تشوفونها الحين قدامكم في الفيديو صور لمدينة جديدة راح ينزلونها في الخريطة، وطبعا الخريطة مرة كبيرة وحلوة، شيء جبار. يعني طبعا اذا ما تعرف ذا ويتشر 3 او ما لعب ذا ويتشر 3 وما سمعت ذا ويتشر 3 صراحه ما ادري شنو تسوي، لان هذه اللعبه اخذت افضل لعبه في 2015 كامل. صراحه لعبه ممتازه، انصح اللي ما لعبها يلعبها يلحق على نفسه ويشوف وقت فاضي يلعبها، تحتاج وقت طويل لان حق تختمها، فشيء جبار. بلود اند واين راح تكون واحده من الالعاب اللي راح العبها في لايف ستريم، وانا متاكد من هالشيء، يمكن انزل عنها فيديوهات يمكن، بس ما راح انزل عنها تختيم، بس لان دي ال سي راح يكون مدته تقريبا 10 ساعات، فراح نلعبه في اللايف ستريم ونشوف وضعه. واللعبه الرابعه راح تكون معنا لعبه اسمها اوفر واتش. من الجيم بلاي اللي حقها شفت هذه اللعبه، سبحان الله اللعبه دخلت مخي ومساجي كذا مره، ضربت في مخي هذه اللعبه، انا لازم اشتري هذه اللعبه. لعبه شيء جبار، جرافيك خرافي، تصميم خرافي، نظام بي في بي جبار، فيعني ما اقولكم. طبعا اوصف لك اللعبه تحدي تقريبا 6 ضد 6، كانك تلعب ليج اوف ليجند بس على فرست بيرسون شوتر، وفيه تحديات ما ادري ذاته، اتوقع ان فيه قصه، ما عندي معلومات كافيه عن اللعبه، فانا من النوع اللي ما احرق على نفسي اشياء كثيره. اللعبه عجبتني من الجيم بلاي اللي شفته كذا واحد حقها اونلاين، وحاولت ان العب البيتا بس ما قدرت، بس ان شاء الله راح العبها على بلاي ستيشن 4. طبعا موجوده على بلاي ستيشن 4 بي سي، فانا راح العبها اتوقع على بلاي ستيشن 4، ما راح العبها على البي سي لان التحكم في البي سي عندي شوي ابو كلب، واغلب ربعي كلهم في البلاي ستيشن، فيمكن احصل احد يدعمني في البلاي ستيشن نلعب سوا، ما يندرى. بس هذه اللعبه الصراحه حسيت شيء جيد، ما ادري ليش، راح تغطي شوي على كول اوف ديوتي بالنسبه للي اشوفه انا. فان شاء الله اوفر واتش راح تنزل تقريبا شهر 4، مو متاكد متى راح تنزل، بس راح اشتريها 100% اول ما تنزل راح اشتريها وراح العبها، واحتمال حتى انزل فيديوهات عنها يعني. فاعطوني رايكم شباب في الكومنت تحت، شنو رايكم في هذه اللعبه؟ هل تحسون شيء جبار؟ احس شيء خرافي، انا ما ادري ليش، يعني والله ما ادري ليش احس اللعبه شيء جبار، شيء كبير.
فنروح اللعبة اللي بعدها. خلاص يا جهاد خلاص خلاص روح خلاص يا جهدي خلاص. إذا أنت لعبت لعبة Bloodborne وختمت اللعبة وعجبتك اللعبة ودخلت بالك، فأنا متأكد أن هذه اللعبة راح تعجبك. شيء جبارك Dark Souls 3 يا حبيبي، هذه اللعبة شيء من الخيال، حس من شيء من الخيال صراحة. Bloodborne أنا من الألعاب اللي ندمت أن ما لعبت أول ما نزلت صراحة، والله من شيء جبار. لعبت كده أكثر مرة لايف ستريم، كنت منوب فيها، حين بديت أتحسن شوي، بديت أخلص كم من وحش، فجالس حاول ألعب في القصة شوي شوي، حبة حبة أخذها على راحتي، ما مستعجل فيها. فهذا اللعبة يا عيال من جد أقولكم واحدة راح تكون من أفضل ألعاب 2016، مو بالنسبة لي للعالم كامل، وراح حصلت طبعا جوائز خرافية حاليا، فمن جد شيء جبال. فخلنا أقولكم جديد، إذا أنت لعبت Bloodborne تحبها، هذه اللعبة راح تعشقها. شوف فازت ب 35 جائزة في الإيثري اللي راح، شيء جبار من جد يا عيال. فمن جد ميكانيك اللعبة بالنسبة لي حسيت شيء ممتاز، ارتحت فيه. في شوي بطء بالنسبة لكول اوف ديوتي وديسني، بس التكتيك فيه يعني خليك تلعب شوي عنيف، يعني يبغى لها شوي مهارة وخبرة، ما ادري شنو اشرح لكم اياها يعني. اكيد توقع على لعب لعبة Bloodborne راح يفهمني. فمن جد هذه الألعاب أتوقع أن يمكن راح أسويها تختيم عندي في القناة، وراح أغطيها وراح طبعا ألعبها في اللايف ستريم. فإن شاء الله إذا نزلت نشوف شنو الوضع حيصير. أبريل 12 يا حبيبي، والله هذه ألعاب السنة ما أدري شو راح نسوي فيها يا عيال، والله من جد ألعاب كثيرة، والله ألعاب كثيرة. واللعبة اللي بعدها يا عيال لازم فيها نظرة تأمل شوي، يعني من جد لازم نأخذ نظرة تأمل. إذا أنت كنت من أيام الطيبين تحب ألعاب First Person Shooter وكنت تلعب ألعاب First Person Shooter على PC، أكيد لعبة اسمها دوم. دوم يا حبيبي يا دوم يا دوم، هذه اللعبة من سمعت أن فيها جزء جديد كذا، تعرف الشعر اللي في يدي كذا وقف، تحمست، شفت التريلر الحقه كذا في E3 وأنا ساكت لا تعليق لا تعليق. لعبة زومبي من أشهر ألعاب الزومبي في العالم، وأتوقع أن راح تسوي شيء فظيع، ولا من استوديو بثيستا يا حبيبي. فأن أتوقع هذه اللعبة راح تأخذ، مو راح تأخذ، راح تسوي شيء جبار في 2016. نصيحة مني أن هذه اللعبة احتمال أن أسوي لها بري أودر هالفترة، ما أدري بالضبط متى بتنزل، يبغالي أتأكد بعد ما أسوي لكم هذا الفيديو. فمن جد دوم شيء جبار. شوف 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 الفيديو حبيبي، شوف الفيديو، إذا كان بعد فيها أكثر من واحد يلعب معك من أخوياك يا حبيبي يا حبيبي، أنا بس خلاص اللعبة اللي بعدها، اللعبة اللي بعدها هي الجهدي، بس خلاص بس. وآخر لعبة راح تكون معنا، وأتوقع الكل أتوقع هذه اللعبة، إذا ما كنت أدري أن هذه اللعبة راح تنزل هذه السنة الصراحة، ما أدري أنت شنو تسوي يعني في عالم الجيمينج. لعبة The Division شيء من الخيال من جد، أدري أن هذا قلت شيء من الخيال أكثر من مرة في هذه الفيديو، بس يا عيال من جد هذه اللعبة الكل حاط عليها أمال كبيرة يعني. فلعبة The Division أنا سويت لها بري أوردر اللعبة، فمستعد ألعبها أول ما تنزل. طبعا هذا باقي تقريبا شيء 10 أيام عن هذا الفيديو، أول ما ينزل تنزل البيتا حق اللعبة. إذا ما قدمت على البيتا تدخل موقعهم قدم وتلعب البيتا، راح ينزل ونلعب إن شاء الله في اللايف ستريم، واحتمال أسوي عنه فيديوهات نشوف الوضع شنو راح يصير. فنرجع لمحور حديثنا، لعبة The Division واحدة من أقوى ألعاب في 2016، أتوقع هذا الوقت الكل يدري عنها وش يعرف شنو وضع اللعبة. في أشياء كثير ناس تكلمت عن اللعبة، بس أنا حاول أبتعد عنها بشكل كبير. بس اللي حاب أقول لك إياه إن في ريد وفي مناطق في منطقة اسمها زون، يمكن ولا ريد زون حاجة كذا، فيه زون يعني ما أتذكر والله بشيء، بس قلت إن كذا لمحت إن زون تخش هناك يا حبيبي في فور أول كذا يقتلك، حتى خويك احتمال يقدر فيك، عرفت؟ فمن جد هذه اللعبة كل حاط عليها أمل كبيرة، فإن شاء الله أول ما تنزل راح أقطيها عندي في القناة ونشوف يعني شو راح يصير. فتقريبا كذا شباب وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى أن عجبكم شيء. قبل لا ننهي الفيديو حاب أعرف شنو الألعاب اللي متحمس لها تلعبها في 2016. إذا كان شيء موجود في هذه الليستة عطني رأيك في الكومنت تحت، وإذا ما في شيء موجود في هذه الليستة يمكن أنا نسيت لعبة ولا شيء ما جات في بالي، اكتب لي إياها في الكومنت تحت وشوف، يمكن في لعبة الكل يحبها وأنا ما حطيتها اللي هي Assassin's Creed، بس للأسف أنا مو واحد من عشاق لعبة Assassin's Creed فما دخلت القائمة عندي. وعطني القائمة اللي عندك، خليني أشوف الألعاب اللي متحمسين لها في 2016، يعني إذا أكثر من لعبة اكتب لي إياهم كلهم وخليني أشوف، لأن الصراحة 2016 راح أتوقع أن راح تكون في الجيمينج شيء خرافي، راح نكون مشغولين 24 ساعة وفي ألعاب كثيرة ما ندري شنو راح نسوي، ما توقع أن في وقت كافي نلعب هذه الألعاب كلها يا عيال يعني من جد.
فعطنا رايكم شباب في الكومنت تحت، شنو افضل العاب تحسون راح تكون جيده في هذه السنه، ونشوفكم على خير في فيديو جاي. سلام عليكم.